السعودية دخلت السوق ورمت الشيكات على الترابيزة واشترت اللي هي عايزاه للفريق اللي هي عايزاه من الفريق اللي هي عايزاه. حجم الانفاق السعودي تاريخي ويمكن عدى دوريات أوروبية كبيرة، ولكن زي ما في حد بيدفع في حد لمؤاخذة بيقبض. فيا ترى مين هي أكتر الأندية اللي استفادت من السعودية وإيه شكل الاستفادة دي؟ وده اللي أنا جاي أكلمك فيه. فيلا بينا. رقم واحد، تشيلسي كان عنده مشكلة كبيرة. إدارة الفريق عايزة تغير جلد الفريق بالكامل، بس كان في لعيبة مرتبتها كبيرة وفي نفس الوقت مش لاقيين حد ياخدهم بسعر كويس. مين بقى اللعيبة دي؟ اللعيبة دي زي كوليبالي وميندي وكانتي. كوليبالي راح الهلال ب 23.5 مليون يورو في صفقة كان لا يمكن تحصل في أوروبا، كرابع أعلى صفقة بيع عملها تشيلسي السوق ده. ميندي راح الأهلي ب 18.5 مليون يورو كسادس أغلى صفقة بيع. وكانتي راح اتحاد جدة براتب سنوي خرافي خلاه يصرف النظر إنه يكمل مع تشيلسي أصلا. وبكده تشيلسي طلع من السعودية بحوالي 42 مليون يورو، ده غير ثلاث مرتبات كبيرة كمان يمكن من الأعلى في الفريق. رقم 2، ليفربول. عارف لما الزهر يلعب معاك والدنيا تضحك لك؟ والكلام هنا مش على النادي، لا على الجماهير اللي السعودية عملت فيهم خدمة لا يمكن تتنسي أبدا. جماهير ليفربول فضلت مستحملة عهاد في صورة لعيبة كورة لسنين طويلة، وكانت بتحلم باليوم اللي يغوروا فيه من النادي. السعودية اشترت من ليفربول أغلى 2 لعيبة باعهم الصيف ده، فابينيو اللي ب 46.7 مليون يورو وهندرسون ب 14 مليون يورو، يعني حوالي 60 مليون يورو في 2 لعيبة. ليفربول بقى لو كان باعهم ب 16 كان ربنا كرم واخر كرم. في السوق ده ليفربول دعم خط وسطه ب 172 مليون يورو وتقريبا غيروا كله ومشوا بقوا العهات مجانا. طب تعرف ان ليفربول مشى 12 لاعب؟ اللي راحوا السعوديه بس هم اللي اندفع فيهم فلوس والباقي محدش راضى يدفع فيهم استرليني واحد. رقم 3، باريس سان جيرمان. تخيل يبقى عندك لاعب مطلع عينه عامل لك مشاكل في الفريق ودايما يا بيتصاب يا عامل بيتصاب، ودايما برضو بياخد منك راتب فلكي، انت كإدارة عارف انه مش بيديك ربعه، تحاول تبيعه مش راضي يتباع، تعيره الصفقة واقفة علشان راتبه، وتبقى خلاص هتفسخ عقده ويغور مجانا، وهوب يجي حد يقول لك خد 90 مليون يورو دول وهاتوا براتبه بمشاكله بكل حاجة انا كفيل بيه. هيكون وضعك ايه؟ ايا كان اللي فكرت فيه يا صديقي هو وضع باريس ايه، واللي قدرت اخيرا تتخلص من نيمار ويمكن ده يفتح لها الباب تحل مشكلة مبابي. رقم 4، مانشستر سيتي. الاستفادة هنا مختلفة بقى، لان السيتي ما كانش ناوي يبيع محرز خالص، بس كان ناوي يبيع لابورت والاتنين جون في صالحه. لو انت خدت بالك صعب لاعب عدى سن الـ30 يكمل في السيتي، لان طريقة لعب جوارديولا عايزة معدل لياقة بدنية عالي قوي، وعلشان كده ما وقفش في طريق محرز لما حب يطلع من الفريق وخد قصاده 30 مليون يورو. هو سعر ممتاز بصراحة في لاعب وصل سن الـ32 وعوضه بدوكو اللي لسه في بداية مسيرته. ولما حب يبيعه لابورت ما كانش في نادي جاهز يدفع مبلغ محترم، كله كان عايزه إعارة والخيارات كانت قليلة زي يوفنتوس وميلان وإنتر. علشان كده لما النصر دفع 27.5 مليون يورو السيتي وافق على طول، لأنهم كانوا عايزين 25 مليون بس. رقم 5، فرق مختلفة. الموضوع ما وقفش عند فريق بعينه، وركز بقى في اللي جاي يا صديقي. الهلال السعودي تعاقد مع مالكم ب 60 مليون يورو وهو رقم زينت ما صدقوش ووافق فورا. تعاقدوا برضه مع السافيتش من لاتسيو ب 42 مليون يورو، واللاعب كان خلاص مقرر يمشي من الفريق بأي طريقة حتى لو مجانا بعد نهاية عقده. روما باع إبناز ب 28 مليون يورو في صفقة تاريخية، ومن خلاله بنى وسط الفريق من جديد. سيلتا فيجو بعد ما كانت صفقة بيع فيجا بتنهار دخل الأهلي السعودي وتعاقد معاه ب 40 مليون يورو.
كأعلى صفقة بيع في تاريخ النادي الأسباني. الأهلي برضو خلص برشلونة من صداع كيسي وقدم له 12.5 مليون، وفتح الباب قصاد برشلونة يسجل صفقات جديدة. بايرن مثلا بعد ما فشلت صفقة ماني ما كانش يلاقي حد يشتريه بالسعر المطلوب، وكان هيفضل معاهم الموسم اللي جاي لحد ما النصر دخل ودفع 30 مليون وخده. نادي لانس الفرنسي مثلا اللي قدم موسم تاريخي في الدوري، باع فوفانا ب 25 مليون يورو وهو رقم ما كانش الفريق يحلم بيه اصلا. فولهام قدر يحقق صفقة بيع ضخمة ب 52.5 مليون يورو لما باع ميتروفيتش للهلال. تخيل لاعب عمره ما لعب لفريق صف اول يتباع بالمبلغ ده، اكيد عمرها ما كانت هتحصل في اوروبا. وولفرهامبتون نابوا من الحب جانب برضه، وبعد ما كان عايز فاتي ب 30 زائد نيفيز، باع النيفيز لوحده ب 55 مليون. ده بقى ببساطة الأندية اللي استفادت من الإنفاق السعودي وقدرت من خلاله تحقق مبيعات وتتخلص من أسماء كانت محتاجاها. قلنا بقى صديقي، مين أكتر نادي استفاد في رأيك؟ وليه رغم الاستفادة دي لسه بيهاجم السعودية؟ هنستنى رأيك في الكومنتات. سلام.